أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم القرآن الكريم إني كنت شيعيا والحمد لله رب العالمين اهتديت وأصبحت سنيا مذهب أهل الحق مذهب أهل السنة والجماعة بعد أن كنت ضالا أيضا مضلا من قبل علماء الشيعة الذين لا يعلمون الذين يتبعونهم ويعلمونهم سوى الباطل وقول الزور والتقية ودفع الخمس لهم وأفعالهم الشاذة الشذوذ والحمد لله رب العالمين بعد أن اهتديت أصبحت على بصيرة بعد أن كان في قلبي شك وكنت في ضيقا من نفسي وأعاني من أمراض نفسية وروحية كانوا يعلموننا قول الشرك كانوا يعلموننا تكفير الصحابة أما عن قول الشرك كنا نقول يا حسين بعيدا عن قول يا الله ولا نذكر الله قليلا وكانوا يعلموننا سب الصحابة كانوا يعلموننا تكفير أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وكانوا يعلمون ما هو أنجس من ذلك والعياذ بالله بعد أن بحثت في كتاب الله القرآن الكريم وبحثت في الحديث وجدت أن هذا الدين دين مزيف ومصطنع من قبلهم من عماماتهم النجسة فهم يعلمون الناس الشرك بدلا عن التوحيد وبعد أن بحثت في القرآن ودققت فيه وجدت قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاعبد الله مخلصا له الدين الزمر سورة 3 فادع الله مخلصين له الدين غافر آية 14 هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين غافر 65 وبعد كل هذه الآيات وكل هذا التوحيد تبين أن هؤلاء المعممين هم خونة يحاولون أن يحرفون القرآن ويدعون بأن هناك كتاب دون هذا الكتاب وهو كتاب المهدي المزعوم لديهم الغائب الذي سيخرج في آخر الزمان ومعه كتاب يختلف عن هذا القرآن وفيه الشرح وفيه الآيات التي حذفت من هذا القرآن التي تنص على علي فقط ويدعون أن هناك قرآن فاطمة يحتوي على جميع الآيات هؤلاء المعممين هم ضالين هم علماء على أبواب جهنم انظر يا شيعي انظر ماذا يعلمونك انظر إلى عقيدتك انظر قبل أن تذهب إلى النار وتظل ضلالا مبينا وأنت تشرك بالله يوميا عن طريق هؤلاء المعممين الله عز وجل يقول في سورة النساء الآية 116 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا وأيضا قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار المائدة 72 فانظر يا شيعي انظر وفكر جيدا بعقل قبل أن تقول يا حسين يا علي الذين قد توعد لك علماء الشيعة بأنك إذا قلت يا حسين يا علي سيدفعون لك يوم الحساب ويدخلون في الجنة والله عز وجل قد أخبرك بأن الشرك ظلم لا يغفر له كما أخبر سبحانه أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فأنت جعلت لله ند ومد هو الشيء المشابه في الأسماء والصفات الإلهية بل هم إلى الآن يطعنون ويعتقدون بأن لأما لديهم القدر على الطيران في السماء ولديهم القدر على الإحياء والأموات ولديهم القدر على فعل أشياء لا يفعلها الواحد الجبار وهذا كله كفر وشرك ومن ثم مسألة أخرى عن سب الصحابة عن أي صحابة يسبون هل يسبون أبي بكر هل أخبروكم يوما بأن علي بن أبي طالب لديه أولاد أسماءهم أبي بكر هل أخبرك يوما بأن الحسن بن علي ابنه أبي بكر هل أخبرك يوما بأن علي زين العابدين ابنه اسمه أبو بكر هل أخبركم يوما بأن موسى الكاظم ابنه اسمه أبو بكر وأيضا علي الرضا اسمه أبو بكر يسبون عمر نعم أولاد المجلس اسمه يسبون عمر ولا يعلمون بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنه اسمه عمر وأيضا الحسن بن علي ابنه اسمه عمر وأيضا الحسين بن علي ابنه اسمه عمر وأيضا علي زين العابدين ابنه اسمه عمر وأيضا موسى الكاظم يسبون ابنه اسمه عمر يسبون عثمان رضي الله عنه وقد وجدت بأن ابن الإمام علي اسمه عثمان وابن عقيل بن أبي طالب ابنه اسمه عثمان فانظروا أنت أم يسبون عائشة المؤمنة رضي الله عنها وأرضاها الذين يتهمونها بالزنا وأمور الفاحشة والاختصار الكثير من هذه الأمور بعد البحث الطيب وجدت اكتشفت الصدمة والطامة الكبرى بأن حتى الأحفاد وليس فقط أهل البيت حتى أبنائهم
عائشة بنت جعفر الصادق وعائشة بنت موسى الكاظم، فأنت هي عائشة سب، وأيضا عائشة بنت جعفر بن موسى الكاظم، وعائشة بنت علي الرضا، وعائشة بنت علي الهادي. فانتبه يا شيعي قبل أن يأخذون هؤلاء المعممين الأنذال، وقبل أن يأخذوك بيدك إلى النار وتكون أنت وهم خصماء في نار الله عز وجل التي لا تبقي ولا تذر. فانتبه، فأهل البيت هم أهل بيت السنة وليس أهل بيت المجوس. وكما ذكرت سابقا وقبل قليل بأن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة هم أسماء أهل البيت، فجميع أهل البيت سمي بأسمائهم، ولو كان أهل البيت يكرهون الصحابة أو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين لما سموا أسمائهم على أسماء أبنائهم، وهذا أكبر دليل على طحن ونسف وهدم مذهب الشيعة الاثني عشري. وأيضا انظر إلى نفسك وفكر في عقلك، انظر ماذا تعبد وماذا تدعي، غير بنفسك وتوجه إلى دين الحق مذهب أهل السنة والجماعة، وتذكر قول الله عز وجل أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، سورة الرعد الآية 11. غير ما في نفسك يا شيعي، غير ما في نفسك شيعي كما أن كنت شيعيا اثني عشري، غير بنفسك يا شيعي، غير بنفسك واتبع طريق الحق، والله العظيم تجده، والله عز وجل آخذ بيدك على طريق الحق مذهب أهل السنة والجماعة، أهل الجنة إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل سيهتدي جميع الشيعة إن شاء الله عز وجل كما أنا اهتديت. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وداء القلب أولى بالسؤال.